السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيم ثود، واليوم مع فيديو تعليمي جديد للعبة بوينت سالد من إنتاج شركة AEG من تصميم كل من مولي جونسون، روبرت ميلفن وشون ستانكويج. اللعبة مخصصة للعب من قبل 6 لاعبين وتلعب فيما يقارب 20 دقيقة. الغرض في اللعبة أنك تبني مساحة اللعب الخاصة فيك بكروت الخضار أو كروت النقاط مثل ما هو مبين عندنا على الشاشة، بما يوفر لك أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعبة. والحين مع عملية الستب، اللعبة تحتوي على عدد 108 كروت، وعلى حسب عدد اللاعبين راح نختار عدد معين من كل نوع. فمثلا أنا هني راح أسوي ستب لشخصين، فراح أطلع 3 كروت من كل نوع لكل لاعب، أي 6 كروت من كل نوع، وأقوم بخلطهم مع بعض. بعدين راح أوزع 3 كروت نقاط أعلى المنطقة بشكل قدر الإمكان متساوي، وأسحب كرتين لكل مجموعة بحيث تكون بهذا الشكل. والحين مع شرح أسلوب طريقة اللعب. في دور كل لاعب يقدر يسوي واحد من الأكشنين التاليين، اللي هو ممكن يأخذ له كرت من كروت النقاط ويحطه عنده في المنطقة، منطقة اللعب بهذا الشكل، أو أن في دوره ممكن يأخذ 2 من كروت الخضار اللي موجودة في منطقة اللعب. مثلا راح أخذ هذا وهذا. ينتهي دور اللاعب الأول بأنه يعبي مكان الكروت اللي أخذها ويروح الدور للاعب الثاني. نفس الشيء الحين اللاعب الثاني راح يقوم بأنه يا يختار له كرت من كروت النقاط أو كرتين من كروت الخضار الموجودة بمنطقة اللعب. مثلا نقول أنه هو أخذ الكرت هذا وحطه عنده بمنطقة اللعب. في أوبشن ثالث ممكن واحد يقوم فيه وهذا خياري، مثلا أنه لما يأخذ كرت من كروت النقاط يقلبه ويحطه بمنطقة اللعب، أو حتى في أدوار لاحقة إذا قرر أن هذا الكرت ما ينفع ممكن يقلبه لاحقا ويحطه في منطقة اللعب. حاليا نقول انه اخذ كرت النقاط وخلاه عنده في المنطقة بهذا الشكل. الحين يرجع الدور للاعب الاول مرة ثانية. زين، على اي اساس انا قاعد اختار كروت النقاط او كروت الخضار اللي موجود عندي في منطقة اللعب؟ مثلا نقول اني انا قررت اخذ كرت النقاط هذا وبحطه عندي في المنطقة بهذا الشكل. شنو يقول لي هذا الكرت؟ يقول لي هذا الكرت نهاية اللعب لكل كرت من هذا النوع عندي راح أحصل على 4 نقاط، في المقابل لكل كرت من هذا النوع أو كرت من هذا النوع راح أخسر نقطتين لكل كرت موجود عندي من هذين النوعين. حاليا راح أحاول أني أحط الكروت من نوع هذا بشكل كبير على أساس أحصل على هذا النقاط، وأني ما أخذ ولا كرت من هذه الكروت. يرجع الدور للاعب الثاني، راح نشوف انه هو كان مختار هذا الكرت، كرت النقاط هذا، وكرت النقاط هذا يقول له لكل مجموعة من هذا النوع وهذا النوع، يعني كل كرتين عندي من النوعين هذيل المذكورين راح احصل على 5 نقاط. فاللي بيسوي في هذا الدور راح ياخذ هذا الكرت وهذا الكرت، بحيث انه بنهاية اللعبة راح يعطونا 5 نقاط ويحطهم عنده منطقة اللعب بهذا الشكل. يقوم بتعبئة منطقة اللعب مرة ثانية. مرة ثانية يرجع الدور للاعب الأول، والحين يبي ياخذ نقول كرت النقاط هذا. شنو يقول له الكرت هذا؟ يقول له إذا قدرت أجمع من هذا النوع من الكروت عدد even اللي هو زوجي راح أخذ 7 نقاط، وإذا قدرت أجمع كرت odd اللي هو فردي راح أخذ 3 نقاط، وراح أحط عندي منطقة اللعب هذا الشكل. الدور عند اللاعب الثاني، وراح ياخذ هذا الكرت. بما انه بدا يجمع من هذا النوع من الكروت فهذا راح يفيده، ولكن راح يحاول انه ما ياخذ اي واحدة من هذه الكروت، يحط عنده منطقة اللعب بهذا الشكل. الدور الان عند اللاعب الاول، راح يقوم بانه ياخذ النوعين هذا من الكروت ويحطهم عنده منطقة اللعب، وهذا اللي يفيدونه
مثل ما قلنا اذا قدرنا نحصل على عدد زوجي راح اخذ 7 نقاط. بعدين يقوم بتعبئة المنطقة بهذا الشكل. الحين راح يقوم اللاعب الثاني باختيار مثلا هذا الكرت، بما انه قاعد يجمع هذا النوع من الكروت، الحين يبي يجمع النوع هذا من الكروت بما انه قاعد يطلع بشكل كبير، ويحطه عنده بمنطقة اللعب بهذا الشكل. بعدين يرجع الدور مرة ثانية عندنا للاعب الأول، وراح يقوم اللاعب الأول بأنه ياخذ هذا الكرت. الكرت هذا يقول له انه اذا عنده اقل عدد من هذا النوع من الكروت راح ياخذ 7 نقاط، فراح يحاول انه ما ياخذ من هذا النوع قد ما يقدر، يقلل يخليه على اساس انه يكون في نهاية اللعب اقل من اللاعب الثاني. اثناء اللعب لو انتهى عندنا واحدة من المجاميع اللي موجودة بهذا الشكل، راح ناخذ أكبر مجموعة وبقدر الإمكان نوزعها بشكل متساوي بهذا الشكل ونكمل اللعب. وراح نظل نكمل اللعب لحد ما تنتهي كل الكروت اللي موجودة عندنا في منطقة اللعب وتكون بهذا الشكل. في نهاية اللعب تقريبا راح يكون كل لاعب عنده منطقة لعب بهذا الشكل اللي نشوفه قدامنا. الحين عقب ما خلصنا وسوينا درافت اخذنا كل الكروت اللي كانت في النص، يقوم كل لاعب بحساب النقاط التابعة له. نبدأ باللاعب الاول، يقول له هني مثلا هذا الكرت انه يكون عنده فيوست اقل عدد من الجزر، فراح نشوف انه عنده كرت في مقابل 3 كروت عند اللاعب الثاني، فياخذ 7 نقاط من هذا الكرت. هذا الكرت يقول له لو عنده ايفن اللي هو عدد زوجي راح ياخذ 7 نقاط، وبالضبط هو عنده عدد زوجي فراح ياخذ 7 نقاط من هذا الكرت. هذا الكرت راح يقول له 4 نقاط على كل نوع من انواع هذا الكرت، فعنده هني 5 كروت في 4 اللي هي 20، راح ينقص نقطتين على كل كرت من هذا النوع. عنده 3 كروت فراح ينقص 6 نقاط، وهذا ما عنده منه فما راح ينقص عليها شيء. بعدين هذا الكرت راح يعطيه اذا كان عنده اكبر عدد من هذا النوع من الكرت، وراح نشوف انه متساوي. اذا كان متساوي يظل ياخذ عدد نقاط اللي هي 10، طبعا لازم يكون يا متساوي او اكثر، فاذا عنده 4 راح يكون هم من افضل، ولكن اذا عنده عدد متساوي هم راح ياخذ 10 نقاط. نجمع التوتال مال النقاط الكروت هذه، وراح يعطينا السكور حق هذا اللاعب. نفس الشيء مع هذا اللاعب، راح نشوف عنده وهو مركز على المجاميع الأزواج، فمثلا عنده لكل نوعين من هذه الكروت راح ياخذ 5 نقاط، فعنده مثلا 1 2 3 من الجزر، ومن الطماط عنده نوعين، فراح ياخذ مرتين 5 نقاط، فهالكرت راح يعطيه 10 نقاط. نفس الشيء هذا الكرت راح يعطيه على كل نوع من جزر او الخس راح يعطيه 5 نقاط، فعنده 3 أزواج راح ياخذ 15 نقطة. ونفس الشيء نمشي مع باقي الكروت لحد ما يحسب النقاط، وفي النهاية اللاعب اللي عنده أكبر عدد نقاط هو الفائز. مع هذا يكون انتهينا بشرح اللعبة، وأتمنى أنه يكون الشرح سهل وبسيط ونال إعجابكم. وأنا بصراحة جدا أنصح بهذه اللعبة، لعبة سهلة عائلية، ممكن تلعبها مع الأطفال أو مع يعني ربعك في الديوانية، وسهلة ما تطول ما بين 15 إلى 20-30 دقيقة. فمع هذا أشكركم وأشكر متابعتكم لي، ونشوفكم حلقة جاية.